انا وجاء ولدهم وقدمت ومليت الاستماره لاستماره المجلس على الشباب اولا اللقاء الاول ثاني التشكيله، لكن لاني معارض نظام محمد بن عبد العزيز تم اقصائي وعليا تم تكريمي بسنتين حبس سجن علمي الاترائي. انا السؤال مباشر لاختي نبيله اخويا محمد جبريل، المره امام التاريخ تعودوا صادقين، انتم متاكدين انكم وصلتوا بالكفاءه والله بالمبادرات السياسيه امام التاريخ؟